ونضيف على ده طبعا أفشة أصبح اللاعب رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي اللي يسجل اسمه في السكور شيت بتسجيله هدف في مباراة بالمونديال. وطبعا النهاردة وأي هدف طبعا النهاردة أفشة بيسجل هدف هيخلد في تاريخ النادي الأهلي، إنه الهدف اللي وصلنا لمباراة ريال مدريد في السيمي فاينل. وعايز برضو نأكد المعلومة اللي قالها الأستاذ إبراهيم منيسي، إن احنا النادي الأهلي خاض المباراة ال20 النهاردة كابتن هاني في المونديال، ولسه تأكد النادي الأهلي بنهاية المونديال ده هيوصل للمباراة 22. خلاص كده كده 100% هنوصل للمباراة 22. هتحضر لنا نقاط الضعف بالنسبة والقوة بالنسبة لريال مدريد يوم الثلاثاء إن شاء الله ليلة المباراة؟ متأكد؟ اه إن شاء الله عادي يعني ليلة المباراة بإذن الله يا جماعة إن شاء الله. طبعا بعد طبعا موافقة كابتن إسلام إن شاء الله. لا يا حبيبي أنا موافق. أنا عن نفسي موافق. أنا عن نفسي موافق. ما تجيبهاش فيا. أيوه. ما تجيبهاش فيا حضرتك. بعد ما يدينا الأبروفل ويدينا مرة يا كابتن هاني يوم الثلاث بإذن الله. كنا هنا بنعمل الأهلي في المونديال. فطالعين نتكلم عن بايرن ميونخ تقريبا. بايرن ميونخ السنة اللي فاتت. قبل الماتش. من سنتين. لا قبل اللي فاتت. إحنا قلنا كابتن إسلام بداية البرنامج قال في المقدمة إن البرنامج فكرته ان احنا هنتكلم عن المنافسين مش هنتكلم عن النادي الاهلي. اوكي. من نقاط القوه ونقاط الضعف. فساعتها قلنا يا كابتن اسلام يعني لو اذا لعبنا بايرن ميونخ هنطلع له نقاط ضعف. الناس مسكتنا على تويتر. كان مثلا طب ايه المشكله؟ احنا كل يوم كنا بنحلل الفرقه. يعني احنا كل يوم كنا عاملين يوم مثلا السبت فرقه لحد فرقه الاثنين فرقه، فكان جه يوم لبايرن ميونخ فالناس بقى ايه اتكلمت مستنيه بقى نقاط القوه والضعف. مع نقاط القوه والضعف كل فريق في العالم واحنا كنا بنتكلم. لا احنا كنا بنتكلم يا كابتن هاني منافس النادي الاهلي، وطبعا بايرن على راسنا والريال مدريد على راسنا، بس هم في الاخر في حاليا هو اسمه منافس النادي الاهلي.